ومعنا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. خولة، أهلا بك معنا. إذن القصف متواصل على مناطق الوسط والجنوب، التفاصيل؟ التفاصيل هي تصاعد طبعا أبخرة الدخان من هنا من هذه المناطق، تحديدا المناطق الشمالية المحاذية لمخيم دير البلح، والتي تصاعدت فيها وتيرة الغارات الإسرائيلية والاشتباكات. تحديدا منطقة مخيم البريج شهد عشرات الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الفائتة، بالإضافة لأصوات الاشتباكات التي لم تتوقف، بالإضافة أيضا إلى حديث عن تقدم وتمركز وزيادة في أعداد الأليات والمركبات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في محاولات تقدمها باتجاه الجنوب وصولا إلى مخيم المغازي. هذه المنطقة أيضا تشهد اشتباكات عنيفة للغاية، بالإضافة للمدفعية التي تعزز عمل القوات الإسرائيلية في تلك المناطق بشكل واضح، لذلك يسمع أصوات القذائف وأيضا أبخرة وتتصاعد أبخرة الدخان من تلك المنطقة بشكل واضح، بالإضافة لوتيرة الطلقات النارية التي تتصاعد من حين إلى آخر، تمركز لطائرات الكواد كابتر التي تمنع المواطنين الفلسطينيين من عمليات التنقل عبر محور صلاح الدين، تحديدا هذا المحور الذي كان مفتوحا في بين المحافظات والمخيمات تحديدا في المحافظة الوسطى، ولكن فيما يبدو الآن هناك خطورة للتنقل عبر هذا المحور. هناك عمليات نزوح الآن من مخيم دير البلح باتجاه رفح تحديدا بعد العمليات العسكرية واشتداد الوتيرة في الآونة الأخيرة، بالإضافة للغارات التي شنت في الآونة الأخيرة على منطقة محافظة خان يونس تحديدا وسطها في حي الأمل ومحيط الهلال الأحمر الفلسطيني. على محيط الهلال الأحمر، أم استهدفت الغارات والهجمات مقر الهلال الأحمر خولة؟ فقط للتوضيح. نعم، هي قبل نصف ساعة تقريبا استهدفته بقذيفتي دبابة على مبنى الهلال الأحمر تحديدا، وكان هناك ضحية وعدد من الإصابات، ومنذ دقائق فقط كان هناك عدد من الاستهدافات الأخرى في محيط أيضا هذا المبنى، وبالتالي الأوضاع هناك يبدو أنها متجهة نحو التصعيد بشكل أكبر، خاصة أن الأليات والدبابات العسكرية تحاول التمركز في محاور أساسية، وبالتالي القذائف تصل إلى عمق محافظة خان يونس بالتحديد، بالإضافة إلى أنه يرافقها الطيران الحرب الإسرائيلي الذي قام بالإغارة على عدد من المناطق سواء كان الجنوب أو حتى المحافظات الوسطى، كان أبرزها عائلة حمودة في غرب مخيم دير البلح، والذي أسفر عن وقوع أكثر من 13 ضحية وعشرات الإصابات أيضا. دخول المساعدات وإن كان شحيحا، لكنه وصف بأنه أفضل مقارنة بالأيام الماضية، هل تأثر نتيجة زيادة القصف الإسرائيلي على مناطق الوسط والجنوب خولة؟ بالتأكيد، خاصة أن عدد من المخازن التابعة للوزارات العاملة هنا في قطاع غزة والمؤسسات المؤسسات العاملة والإغاثية الآن تخضع للمناطق الأمنية العسكرية التي يشن فيها الجيش الإسرائيلي عدد من الغارات والعمليات البرية العسكرية، وبالتالي إمكانية الوصول إلى هذه المخازن وعمليات التوزيع ستتوقف بالكامل في تلك المناطق، وبالتالي أيضا عملية النزوح المستمرة والتكدس الهائل في بقع جغرافية صغيرة للغاية ستزيد الأزمة كارثية عن ذي قبل، بالتالي هناك عملية صعوبة في إيصال هذه المساعدات وحتى عملية تسليمها، وهناك فاقد كبير في هذه الكميات. لاحظنا أيضا في الساعات الفائتة كان هناك عدد من الصور المسربة من محافظة غزة لاستهداف عدد من مستودعات المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا يوفر فرصة في عملية استهداف المخازن سواء كانت مخازن معدات مستلزمات طبية مواد غذائية، وهذا الأمر يزيد الأمر صعوبة، خاصة أن الأمور ذاهبة باتجاه تدهور أكثر مع استمرارية عملية النزوح ونقص المستلزمات الأساسية، بالإضافة أيضا لتكدس المواطنين في ظل هذه الظروف الإنسانية العصيبة. خولة، ماذا عن مخيم البريج والمغازي الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي منذ الليلة الماضية بشكل مكثف؟ هل ما يزال هناك تواجد لمدنيين داخل المخيمين، أم يمكن القول أن الأغلبية نزحوا بعد أن طلبت إسرائيل منهم النزوح؟ فعليا مخيم البريج أجبر سكانه على إخلائه بشكل شبه كامل، هناك عدد قليل للغاية ما زال محتجزا نتيجة للعمليات العسكرية والإغلاق المداخل الرئيسية لهذا المخيم، وبالتالي هناك عدد موجود هناك في هذا المخيم، ولكن لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تأمين خروجه من تلك المناطق في ظل حديث عن وجود عدد كبير من الجثث والجثامين، بالإضافة للإصابات التي لم يتمكن أحد من الوصول إليها. مخيم المغازي لم يكن ضمن دائرة الاستهدافات أو حتى العمليات العسكرية، ولم يعلن عنها الجيش الإسرائيلي أنها منطقة عمليات عسكرية، ولكن فوجئنا بأنها تعرضت إلى عشرات الغارات الإسرائيلية، الأحزمة النارية والقذائف التي أطلقت
الدبابات. هذا الأمر دفع المواطنين بشكل مفاجئ لعملية النزوح باتجاه مخيم دير البلح، ولكن لا أخفيك سرا أن هناك أيضا عشرات العائلات التي نزحت داخل مخيم المغازي، ولكن على بعد أمتار من العمليات العسكرية التي تجري الآن، وبالتالي هم محتجزون، أبرزهم مجموعة من العائلات محتجزة في منطقة منتزه بلدية تابع لمخيم المغازي. هذه العائلات أصدرت عدد من النداءات المتعلقة بتأمين عملية خروجهم من تلك المنطقة التي تتعرض إلى وابل من الغارات الإسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من الوصول إليهم أو تأمين إجلائهم من منطقة المخيم. طيب. نحن نتابع وإياك خولة، لا أعلم إن كان باستطاعتنا من جديد أن نشاهد الصور المباشرة التي ترد من داخل غزة. هي في منطقة غريبة من دير البلح على ما يبدو خولة، أو من المستشفى التي تتواجدين فيها. هل لك أن تطلعين على التفصيلات أكثر إن كانت لديك؟ أين يكمن تحديدا هذا القصف، أو ماذا استهدف، كون أن أعمدة الدخان حتى الآن تتصاعد من المنطقة؟ نعم، فعليا هنا منطقة مستشفى الشهداء الأقصى هي في منطقة الشرقية تقريبا والقريبة من شارع صلاح الدين في دير البلح، وبالتالي هي قريبة جدا من كل هذه الاستهدافات التي تدور في عدد من المخيمات المحيطة فيها، ولكن أيضا هناك اقتراب واضح لأصوات هذه الغارات الإسرائيلية. هذا الأمر الذي دفع المواطنين إلى إخلاء عدد كبير جدا من هذه المناطق والتوجه إلى محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. ولكن على المنطقة الشمالية من هذا المشفى بالإمكان مشاهدة طبعا أبخرة الدخان التي تتصاعد نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي شنت عبر المدفعيات، بالإضافة أيضا إلى حديث عن حشد وتمركز للأليات والدبابات العسكرية على المناطق الشرقية المحاذية لدير البلح. ولكن لذلك هناك تخوف حقيقي من إمكانية أن يكون مستشفى الشهداء الأقصى أحد الأهداف التي يسعى إليها الجيش الإسرائيلي، خاصة أن هذا السيناريو قد حدث سابقا سواء كان فيما يتعلق بمجمع الشفاء الطبي أو حتى مستشفى الأندونيسي شمال غزة. هذا الأمر لم يكن بعيدا عن المستشفيات، بل كانت المستشفيات هي الهدف الأساسي، وبالتالي هناك تخوف من إمكانية اقتراب الآليات والدبابات العسكرية، خاصة مع اقتراب أصوات الاشتباكات والطلقات النارية وتمركز أيضا للطيران الحرب الإسرائيلي والمسيرات التي لا تفارق سماء هذه المنطقة على الإطلاق. إذن يعني أتأكد منك يا خولة أن القصف الذي نشاهده أو كنا نشاهده قبل قليل على الشاشة هو في الأجزاء الشرقية من دير البلح. خولة، وضع المستشفيات، نعم، كيف تصفيه لنا في ظل ازدياد أعداد الجرحى الإصابات وافتقار ما تبقى من المستشفيات التي ما تزال تعمل لأبسط مقومات الخدمات الصحية؟ فعليا في المحافظة الوسطى هو المشفى الوحيد هنا، مستشفى الشهداء الأقصى، الذي يعمل حتى هذه اللحظة والذي يخدم الأربعة مخيمات، وبالتالي هناك ضغط واضح وكبير على المنظومة الطبية وعلى المستلزمات الطبية هنا في هذا المشفى. أروقة المشفى ممتلئة بالكامل، الأسرة قد تستوعب مريضين أو مصابين أو حتى أكثر، غرف العمليات بالمناوبة ولا تتوقف على الإطلاق، ويعمل الأطباء هنا بنظام المفاضلة خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وبالتالي ارتفاع أعداد الإصابات بشكل واضح. هنا أرهقت كافة المنظومة، عدد من النداءات التي أطلقت ولكن لا استجابة واضحة حتى هذه الأثناء، مع كل المساعدات التي تدخل، هي بطبيعة الحال مساعدات غير كافية لإنقاذ المنظومة الطبية التي تعمل هنا منذ 3 أشهر تقريبا دون توقف ودون استراحة على الإطلاق. أيضا هناك تخوف واضح إن كان هناك إمكانية محاصرة هذا المشفى، الأمر الذي سيزيد الأمر صعوبة خاصة في ظل تواجد أكثر من 40,000 نازح، نعم، نازحة داخل باحة هذا المشفى وأروقته، عدا عن أيضا عدد النازحين المحيطة فيها، وبالتالي هناك ضغط كبير على المنظومة الطبية العاملة هنا في المحافظات الوسطى. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة، الصحفية خولة الخالدي.